بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 12/3/2021 الساعة 10:30. المسافة حدود 20 كيلو من الشرق من اللوفت، والحرارة في حدود 32 درجة. تأخرنا اليوم في الإطلاق، نحاول أن نزيد المسافة بالنسبة للحمام، ودرجة حرارة 32. إن شاء الله يكون تحدي جيد للحمام. أنا حاولت اليوم أن أجيب بس فقط الخبرة، وتنازلت عن الصغار عشان كنت أبغى أزيد المسافة وأحرك الحمام، لأنه صار من فترة طويلة بدون تحديات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مسافة 20 كيلو من الشرق من اللوفت. لكن ان شاء الله في التحديات القادمة يكون الصغار معهم ان شاء الله. طيران في نسمة باردة مع درجات الحرارة العالية، لكن في نسمة باردة. طبعا شايف الحمام ما زال يدور لتحديد الاتجاهات الصحيحة لللوفت. وعند الوقت الكافي للرجوع لللوفت قبل الحرارة ما تشتد. صحيح. وصلنا في الدوران. إذا كنت من المهتمين برياضة الحمام، مفروض أن ما يعدي عليهم يعني فترة أسبوع بدون تمارين. يعني إذا ما عندك الوقت، على الأقل أنك أنت تحافظ على إطلاقهم، يعني فتح الباب لهم للوفت، إنهم على الأقل يدورون حول البيت. تلاحظ أن حتى الحمام يعني يستمتع بالفترة البسيطة هذه، مع الرغبة انه هو يرجع لللوفت، لكن انت تحاول انك انت يعني انا عندي تراب دور في هذا، فاحاول اني اسكر الباب بحيث انهم ما يرجعون، يعني يضلون في الانطلاق في الحرية بالطيران. يعني مثل الانسان، سبحان الله. يعني انت الرياضة تخليها صح، تخلي يعني يستمتع بحياته اكثر، يعني انك لا تحبسهم، يعني وفي نفس الوقت انك انت ايضا انك انت بعد ما تعطيهم الحرية كاملة منه، جلوس على البيوت ولا هذا.